صباح الخير عليكم خواتاتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم راح نقاسم معكم روتيني الصباحي، كيفاش فوت صباح اليوم. كما راكم تشوفون انا نحب صباح نبدأ بفطور صحي، ندير بيض نقليه على شوية زيت زيتون وبنان وشوية فواكه، درت تفاح وتوست بوغي مع شوية تاع عسل. والدراري حضرت لهم وزوج تاعي بيان سور قهيوه وكرواسون، وكذلك الفواكه ما نستغناش عليهم دائما في الطاوله، خاصه طاوله الصباح. كما قلت لكم فطور الصباح هو الاساس نتاع نهار اليوم، يعني لازم تتقهوي مليح الصباح باش تقدري تكوني واقفه لا جورني تاعك. وتانيك الحليب، ودرت تانيك دي توست مع شويه زبده وكونفيتور وشوية زيتون. مباشرة كي كملت رحت نغسل الأواني، وهنا اخواتاتي بيان سور كي كملت الماعن فت مباشره حضرت الغداء اللي درت فيه حاجه خفيفه ظريفه. كيما على بالكم بلي فصل الصيف، بون دي فريت وسلطه نتاع لي بات وفليفله، وبيان سور درت شويه لحم في الكوشه ولي ديتير بيان سور. وموراها مباشره توجهت رحت خرجت شويه، رحت دولاراما كما راكم تشوفوا الاجواء عندنا ممطره، الحال شباب بارد. هنا مباشره خرجت ورحت وجهت لدولاراما، كما راكم تشوفوا الاجواء ممطره، وحبيت نتقاسم معكم هذه الصور تاع الجماجم. انا في الحقيقه ولا غير نخلع كي نفوت من هذه الجهه، يعني تخوفني مايغري على بالي بلي جوست ديكوراسيون تاع الالوين الهالوين، مي ما نحبش نشوف هكا. كيفاش حبيت نصور لكم الجماجم، هاد لي ماسك، هاد لي سكيلات، هادو تمتعوا بهاد المناظر الخلابه. لي تخاف غير ما تبقاش تشوف لا فيديو. هذا كي شغل بمناسبه الهالوين، هو ستون فات عندهم هما حفله ولا عيد حاجه هكذا، يخرجوا فيها الميتة وهكذا جو سيبا، يعني سوجيست يتذكروا فيها الموتى ولا جو سيبا، انا مانيش اكزاكتومون واش هي، حتى نتاكد منها ونعرفها وشنو هي ونعاود نقولها لكم نيشان. هذه هي، ويحتفلوا الاطفال يشريوا لهم هذه ديكوراسيون، يزوقوا فيهم يزوقوا بهم في الدار. و كما راكم تشوفوا هاد الجماجم زعما نحطهم في الدار وانا قلبي يخرج من بلاصتو تلمو خاف. وكي كملت مع الجماجم رحت مباشرة لواحد الكافيتيريا جوست قوش ليا، حبيت نضرب كابوتشينو نتاعهم لا غير فريمون بزاف بزاف بنينة، وحبيت نتقاسمها معكم بيان سور. وهذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وخليكم بخير، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.